حتى نكون دائماً في السليم وأن لا نكون جزءاً من التضليل على وسائل التواصل الاجتماعي، سنخصص هذا الفيديو للحديث عن التحقق من صحة الصور قبل النشر، خاصة وأن انتشار صور غير صحيحة خلال الأحداث التي تهم المجتمع وتشكل قضايا رأي عام قد يؤجج الأحداث ويثير القلق والفزع بين المواطنين. خلال فترة جائحة كورونا انتشرت العديد من الصور المغلوطة والتي كانت تثير الفزع بين المواطنين وتشعرهم بتهديد حقيقي على صحتهم، ولذلك من المهم أن يعرف المواطن كيف يتحقق من صحة أي صورة تنتشر عبر الفضاء الإلكتروني ويتم تداولها عبر وسائل الإعلام. على كل فرد أن يتحقق من الصور، يتحقق من المعلومات التي يقوم بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر مواقع التواصل المختلفة. هناك أدوات كثيرة، من يبحث عن هذه الأدوات سيجدها ويتحقق من هذه الصور حتى يتفادى الكثير من الإشكاليات التي تتسبب بها الصور التي لا تحمل مصداقية والتي يمكن أن يتم التلاعب بها بسهولة في ظل هذه الثورة التكنولوجية. وللتحقق من صحة أي صورة وعدم فبركتها يجب الانتباه إلى عناصر الصورة والتدقيق في مدى تناسقها، وكذلك التحقق من مصدر الصورة والمكان والزمان الذي التقطت فيه هذه الصورة، والتحقق من تصريح صاحبها لاستخدامها، وهل نشرت الصورة على مواقع تتمتع بالمصداقية. ومن المهم أيضاً وضع الصورة على محرك جوجل صور لمعرفة أول تاريخ لنشر الصورة على المحرك. لهذا التلاعب قد يقود إلى كثير من الإشكاليات المجتمعية والسياسية والتي تنعكس سلباً على المجتمع وتنعكس سلباً على الأفراد في بعض الأحيان. بالتالي هناك ضرورة لمحاربة ظاهرة التلاعب في الصور والتحقق من صدقيتها. إن التحقق من الصور في الفضاء الإلكتروني يوقف سيل الشائعات ويجعل المحتوى أكثر دقة، لنوقف الشائعة وننشر الحقيقة.